الحقيقة عندنا النهاردة تقرير مهم جدا من مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج اللي نظمت يوم تثقيفي لصحة المرأة المصرية تحت عنوان بالأمس طبعا تحت عنوان انتي أقوى افحصي واطمني تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. طبعا بالأمس اليوم ده كان هدفه الاهتمام بصحة المرأة المصرية والتوعية عن سرطان الثدي وكيفية الكشف المبكر وطرق الوقاية والدعم النفسي للمرأة المصرية. نشوف التقرير ونرجع مرة ثانية. في لفتة لدعم المرأة وزيادة وعيها، مستشفى معهد ناصر أقامت ندوة بعنوان انتي أقوى افحصي واطمني لإبراز أهمية الفحص والكشف المبكر للمرأة عن طريق عدد من الأطباء المتخصصين اللي حرصوا على توضيح طرق التعامل مع أي أعراض ممكن تكون بداية لأي مرض. النهاردة معهد ناصر للبحوث والعلاج بينظم يوم تثقيفي عن صحة المرأة، ده لأن معهد ناصر ليه دور في المشاركة المجتمعية وإيمانا بدور المرأة العظيم في المجتمع. أغلب السيدات في مصر يمكن وحتى يمكن في منطقة الشرق بصفة عامة يقول لك لا سيب أنا بشتكي من حاجة بس سيب خليني مقفولة كده مش عايز أفتح على نفسي فتوحة، فإزاي كنت تقنعهم إذا كانت وهي بتشتكي بتخاف تروح للدكتور، فإزاي تقنعها إنها من غير ما تكون بتشتكي تروح للدكتور. في دراسات كتيرة بتأكد إن فكرة ان الكانسر احيانا بيكون ناتج على فكرة الخوف من المرض نفسه، طول ما انا خايفة من ان انا يجيلي الكانسر ده ممكن يشغل عندي بعض الخلايا السرطانية اللي موجودة في جسمي. عندنا حالات كتيرة جدا بتثبت الفكرة دي، دايما الناس اللي بيبقى عندهم كانسر يجي يقولك انا كنت طول عمري عارفة ان انا هيجيلي في يوم من الايام ده. الخوف مشاعر، الخوف مشاعر سلبية جدا بتأثر على كمية الجسم، بتأثر على كل خلايا الجسم. سعادتي ان النهاردة في دعوة ليا علشان احضر المحاضرات اللي بتحصل في معهد ناصر، والندوة التثقيفية للمرأة المصرية دي مهم جدا ان هي تخلي بالها على نفسها شوية، لانه من الملاحظ ان المرأة المصرية بتهتم قوي بشؤونها القانونية او شؤونها المعنوية او شؤونها الوظيفية، لكن هي نفسها حابة ان انا اقول لها حبي نفسك خلي بالك على صحتك. شارك في الندوة 400 امرأة من اعمار مختلفة بدعوة أطلقتها إدارة المعهد عن طريق السوشيال ميديا للمشاركة، ولاقت استجابة كبيرة من السيدات والفتيات اللي كانوا حريصين على الحضور لاكتساب المعلومات اللي تساعدهم على وقاية نفسهم واللي حواليهم من أي إصابة أو مرض. يعني أنا مثلا عرفت من الفيسبوك فجيت علشان أقدر أعرف المرض ده بيبتدي إزاي أو نقدر نكتشفه إزاي، فهقدر أفيد غيري بده، هقدر أنشر الوعي ما بين الناس إن هم يقدروا يكتشفوا بدري المرض ويبقى ضده. يعني أنا شايفة إن كل ما إحنا عرفنا بدري كل ما هيبقى المعالجة بدري أكتر وهنبقى أقوى من المرض نفسه. يعني عرفت الموضوع من على النت، فادني ومتقايلة لأختي وانت جايبة أختي وجاية، وقلت لما هعرف حاجة من هنا هفيد غيري بره. يعني على الأقل هفيد نفسه وهفيد أي حد أعرفه، مثلا لو حس بأي أعراض من اللي أنا حسيت بيها في الأول لأ لازم تروح تكتشف تشوف في إيه بالظبط. لا طبعا هيفيدني كتير. انا جايه انا هنا مريضه متابعه في مركز الاورام، وهم اتصلوا بي عشان حضور المؤتمر ده، هنستفاد منه حاجات كتير يعني، وهنستفاد منه كمان بتحاليل وفحوصات طبيه شامله بالمجان. ساعات كتير على الاقل اكتشاف مبكر بدل ما الواحد يبقى قاعد كده ومش دريان بنفسه ومره واحده يتفاجئ يعني ان هو والعياذ بالله عنده كانسر، يبتدي يعرف من دلوقتي وياخد علاج بدل ما يكون في المرحله الرابعه يبقى في المرحله الاولى. يا رب يكون مفيش حاجه خالص ان شاء الله يعني. وبعدين بالاخص ان السيده معرضه للكلام ده بعد سن 45، فالواحد خاف على نفسه يعني. الاكتشاف المبكر للامراض بيكون افضل الطرق المتاحه لتقليل الخطوره وبيساعد في زياده فرص النجاه والتجنب العلاج القاسي. ايمن عماد، الحياه احلى.